مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بس ستار اكاديمي من بعد البرايم 8. ما ناخد اراء طلاب البرايم، ما ناخد رايهم، ما نشوف التوب 5 شو عملوا واذا شو محضرين لبعدين. بنبلش مع التوب 1، الملك الكبير، الامير الصغير، ملك الاغنية المغربية والعربية، ايهاب الامير. شو تعليقك على البرايم وكيف كانت مرورك مع شاب خالد؟ لا ما في شغل، وشعور لا يوصف وشعور يعني كبير. وكنشكر لجنة التحكيم اللي قدرات المجهودات ديالنا وقدرات الشغل ديالنا والتعب ديالنا، وفرحان بزاف نسافر مع خويا وخويا والتوأم ديالي رافائيل. ومنوصل لدينا ام الاكاديمي، معلمة الاكاديمي دينا، رجعت ورجع بقوة لأنه غنت كتير حلو اليوم بالبرايم بشهادة الأساتذة الكبار. دينا شو تعليقك على البرايم؟ مبروك لكل أصحابي اللي طلعوا توب 5، وإن شاء الله أنا راجعة بقوة إن شاء الله، مش هطلع تاني نوميني نهائيا. ومبروك السفرية اللي جات لك يا أستاذ، مع إنك مستحقهاش بس يلا. النهاردة غنيت حلو قوي 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 قوي، الشعبي بتاعنا طبعا المصري. يعني بس بدي أقول إنه أنا شخص كنت من يومين قلت لها لدينا عم بهدي هالغنية اللي حغنيها اليوم الشعب المصري لإلك تحديدا وللشعب المصري، وأعرف إن شاء الله تكون وصلت بصورة لكل مصري بحب بيسمع الأغنية الشعبية. أنت غنيتها حلو جدا 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 جدا، أكنك مصري يعني، أنت غنيتها كمصري. للشرف طبعا. مبروك لدينا رجوعها طبعا والحنان، وان شاء الله باذن الله انا عارف ان شنطتها هتعمل حاجه بره احسن باذن الله. ومبسوط جدا جدا ان انت وهاب مسافرين تستحقوها، انتوا الاثنين توب 1 اصلا، مش 5 1 خالص، انتوا الاثنين توب 1 فعلا تستحقوها يعني. ومبروك لكل اللي موجود في التوب، وان شاء الله البرنامج الجاي ان شاء الله تبقى احسن واحسن باذن الله. ابو عجقه مش فاهمين شيء من شيء، بده يغني عربي وفرنسي وانجلي وتلياني وكل شيء، وبده يرقص مع مدام ماري كيفك حبيبي؟ اوكي، اولا برايم كان حلو، تغنينا بزاف مليح، وانا لي شرف اني غنيت قدام نجم كبير مثل نجم شاب خالد. زعفان شويه لاني ما كنتش في التوب 5، وفرحان لانه غنيت بالعربي وعلى المسرح، وكان هذه خطوه كبيره بالنسبه لي. بهني بزاف من كل قلبي إيهاب، صحيبي، عشيري، خويا، للزوم، نموت عليك إيهاب، تستاهل. وأكيد أكيد أكيد حبيب قلبي رافائيل، برافو حبيبي. أنا رافائيل أمي توحشك بزاف 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 بزاف، وكل شيء نعمل فيه من أول برايم وكل شيء نعمل فيه من لحظة أو كل شيء يعني نعمل فيه من أول برايم لحد هذا البرايم هو على جالك أمي. أول شيء بدي أقول إنه جربت أعمل قد ما فيه منيح بالبرفورمانس وما زبطت يمكن كتير، بس it's okay. دائما بالحياة في ups and downs، نتعلم من الداونز. anyway بدي أقول إنه hard luck لش تكنيكلي هالكلمة تبعك مو تكنيك. تكنيكلي بدي أقول hard luck لشانتال، لأنه عن جد يعني انه ما في اتصور الاكاديمي بلاها، كثير متعودين على البلا سؤالي تبعها الصراحه، بس اكيد رح نشوف بعض من بعد الاكاديمي ورح يطلع اكيد منها شيء كثير كبير. ومبروك لكل اللي طلعوا بالتوب 5، مبروك رافائيل على السفره، مبروك رافائيل على السفره. ثانك يو. انا مش رافائيل عم بقدم. البرفورمانس اليوم كان حلو كثير، برشا وما فرحان ياسر رجعت على التوب 3، ان شاء الله نكمل هيك. ونحب نقول للفانز مرسي، وان شاء الله نكون رجعت ثقتهم فيا. حنان، شو احساسك انك راجعه ثالث مره بنسبه تصويت عاليه جدا جدا؟ هيدا اول سؤال لك. اول حاجه ما تصوروش حل، انا فرحانه، وانا بالنسبه لي ما عنديش الكلام باش نقول لكم، خليني الميكروبيز، ما عنديش الكلام، كلمات باش نعبر لكم على شحال كنبغيكم. يعني قلبي صراحة ما يمكنش كلمات، ما نقدرش نوصف لكم شحال كان حماق عليكم انتوما بلا بيكم. انا ديما كنقول هذه الجملة، بلا بيكم انا ما عنديش قوة وما نقدرش نكمل، بحبكم كثير. خلاص خلينا احكي، خلاص الكلمة عندي، ما في احكي بكلمة واحدة. لا خلاص.
عم بحكي. خلص بدي اقول، بدي اقول مبروك لولد بلادي ايهاب توب 1، وانا فخوره به، ومبروك لرافائيل سفرة. علي ملك بجميع النواحي، علي الاكاديمي بلاك فاضية، ومنحب نقول لك يا علي انك عم تتقدم كتير، بعد ما كنت نومينيه صرت انت بالتوب 5. شو بتحب تقول للتوب 5 هالمرة أصحابك؟ شو بتوعدنا؟ شو بتحب تقول لشانتال وللفانز تبعك وراضي اليوم على البرفورمنس تبعك؟ والله أول شيء الحمد لله أنا اليوم كثير قدمت الأغنية من وجهة نظري إني قدمتها بالشكل اللي كان المفروض أنا أقدمه، وكل الجمهور إن شاء الله يكونوا مبسوطين منه، وكل الناس اللي تابعني، وإن شاء الله إني مثلت الأغنية أحلى تمثيل، واني مثلت اهلي وكل الخليج. ان شاء الله راح اقدم كل اللي عندي، ودخلت التوب 5، وان شاء الله ان شاء الله يعني ادخل على التوب ان شاء الله. اول حاجه طبعا عايزه اقول لشانتال، انا متاكده ان انت ربنا يوفقك قوي في حياتك، لان انت انسانه كويسه قوي، وانسانه من جواكي حلوه قوي قبل ما تكوني من بره كمان حلوه. فان شاء الله يا شانتال ربنا يوفقك واشوفك احلى فنانه في الدنيا. وتانية حاجة على التوب 5، ألف مبروك لكل الشباب اللي خدوها، بس ما تفرحوش بها كتير، هرجع لكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعني من الملك هايدي، ومننتقل لخي قلتلك طرب الصف، منوصل لخي تانيوس. زيح من عندك لشوف التقبع، قوم قوم قوم. طيب يلا 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 خي تانيوس، إيه خصيصاً خصيصاً ألف مبروك على السفرة. بدي أقول خي إيهاب بيستاهل كل خير، وإن شاء الله بتنبسطوا، وإن شاء الله بتنبسطوا. بدي أقول مبروك لل عودي الخمسة متفوقين، للخمسة متفوقين. بدي وإن شاء الله يكون أدائي اليوم ما بعرف يعني، ان شاء الله يكون منيح ادائي. امي بدي اقول لك انا كثير بحبك، بي بدي اقول لك انا كثير بحبك، اخي بدي اقول لك انا كثير بحبك، اختي بدي اقول لك انا كثير بحبك. انت حنزلك على الطريق، شو بدك بسرعه بس ايه كلمه، مش مثل هيديك بنام وجوا ورا بالباص. يلا العالم بحبوك بحكي ده. تفضلي. بس خليني اقول كلمه واحده صراحه، ما لقيتش كلمه. شكرا شكرا. وقبل ما نوصل على الأكاديمي بحب لكم تصبحوا ألف خير، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالبرايم. برايمات كتير جاية لقدام، بنوعدكم بالأفضل والأفضل، إن شاء الله الكل بنشوفه بالتوب 1. ومني أنا رافائيل أحلى التحية لأحلى فانز، لأحلى فانز رافائيل جبور، ولأحلى عروبية، وأحلى أهل مغرب ومصر وتونس وجزائر. حنان كده الله خليك عم تحكي مع اللي بحبهم. إيه تونس، بحبكم، تصبحوا ألف خير، باي.